اقطعها بس مكعبات صغيرة وبتبقى ملبسة وجميلة للكفتة. اقطعها كده مكعبات صغيرة. عشان هبدأ مكسة معاها حتة صغيرة من الكندوز وأوريها لك دلوقتي إن شاء الله. خد حتة صغيرة كده عشان ما تهريش معايا. بسم الله. فرمة اللحمة كده ما تضغطيش جامد عشان ما تهريش معايا أو ما تعجنش مني لو هتعمليها في الكبة يعني. بصي الاخبار شايفه ما بتعجنش عشان باخدها واحده واحده قدام حضرتك اهي ماشي، وما بحطش كميه كتير، حاجه بسيطه. طبعا لو مفرم الموضوع بيبقى مختلف تماما يعني. تمام جدا. بعد كده اهوت اهي، بصي طالعه مفرومه وناعمه وزي العسل. تمام. طيب نبدا ان احنا نحطها فين؟ نبدأ ناخد عندنا الكمية. مثلا حاطط ربع كيلو هنا من الضاني، هحط عليها ربع كيلو من الكندوز بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه اهو. وبعد كده اقوم قافل ونشغل. ازاي اهيت هتبدأ تسمغ الاتنين مع بعضهم وتمسك دلوقتي وتبقى زي الفل. اهم حاجة تخلي بالك من موضوع الكفتة، حتة تبريد اللحمة، اللي انا لو حاطط لحمة مفرومة في الفريزر ما ينفعش اطلعها، لازم تحل منها التبريد او اعملها ديفروست في التلاجة في الدرج اللي تحت ده. وبقولها تاني اهو، الدرج اللي تحت اللي بيبقى تحت الفريزر ده هو الدرج المخصص لفك التبريد. حضرتك بتحطي اللحمة فيه وتسيبيها تاني يوم عشان ما تبقاش فيها تلج، لان لو فيها تلج حضرتك وشيشتيها وحطيتيها على النار او على الشوايه هتلاقيها فكت منك على طول. بص يا باشا اتفضل على اللحمه، تسميقه مفيش بعد كده. تمام. الاتنين مع بعض وريحتها عسل، فاهم ازاي اهو؟ عشان انا هعمل كميه وبعد كده اهوت هنبدا نطلع منها، اقسمها بقى، هقسمها كفته سمين وهعمل كفته شيش وهعمل كل حاجه. اهم حاجه الحاجه تبقى متسمغه صح الصح. ناخد برضو نفس الكلام اهيت حته صغيره ربع كيلو كده من اللحم الضاني. هقطعه عندي مكعبات صغيرة عشان ايه الكبة. طبعا لو مفرمة مش هتعملي الكلام ده كله، هتحطيها كده زي ما هي في المفرمة وتشتغلي بيها. ولكن اللي عندنا بس المفرمة حصل فيها مشكلة قبل الهواء فمعرفتش ان انا اشتغل بيها على الهواء بس، فمفيش مشكلة نتصرف طبعا مش هنعطل. اهي ناخد اخر حتة لحمة اهيت عشان هقسم الكمية اللي قدام حضراتكم ديت وهنبدأ إن شاء الله نشتغل بيها. هناخد حتة اللحمة ديت أهي، حتة دهنة كده حلوة في الكبة، تأكد إن مفيهاش أي عظم خالص ومخلية تماما. ناخد الباشا ده كده. لقيت الموضوع ده صعب معاكي حطي الاتنين على بعض وروحي عند أي جزار هيحطها لك في المفرمه اللي عنده ما شاء الله، ايه بالظبط 5 ثواني هيطلعها لك على طول ويديها لك. نوزعها كده. بعد كده نرجع ونشغل تاني.
وبعد كده اهوت اقوم واخد عندي الكندوز بتاعتنا اللي احنا جايبينها اهيت، اقوم حاطينها الاثنين مع بعض، ولا تبلت ولا اعمل حاجه لسه، لسه مش اي حاجه، لسه هقسم بقى الكميه دي كلها، وبعد كده نبدا نطلع منها ثلاث اصناف. بسم الله الرحمن الرحيم. جدا اهو اهو، حلوه جدا جدا جدا، ما تنعمهاش اكتر من كده عشان ايه ما تعجنش مننا، مش عايزه تعجن. ماشي، ناخدهم كلتين كده مع بعض. ماشي كده بقى عندنا لحمه، لو في حته شغل كده ولا حاجه نشيلها مش عايزينها، اهو كده اي حته خشنه كده بنشيلها مش عايزينها. وادي حضرتك بقت عندنا حته لحمه، انا بقول لك اهو دي تتعمل برجر كده من غير اي حاجه، تاخدي كده وتكبسي وتحطيها مع شويه ملح وفلفل وبس، ولا بصل ولا اي حاجه، وتستمتعي بحته اللحمه. كبه اهو حاطط دي، نشيل بقى الجلافزات. عايز اعمل بص بقى يا باشا، تتبيله الكفته الشيش العاديه اللي احنا هنعملها عندنا في البيت. حلو، ادي بصلتين اتنين، ماشي كده اهو، وبعد كده لان انا ما بفرمش البصل طبعا، بخليه لوحده افضل. هاخد عندنا الطماطم زي ما هو كده، عشان لو انا فرمت البصل مع اللحمه هتبقى اللي هتفك مني بهدل مني. هاخد البصل اهو، نفس الكبه اللي احنا عملنا فيها اللحمه اقوم حاطط عندي فيها البصل. بعد كده بقوم واخد عندي شويه صغيرين من الملح، بسم الله، ادي شويه ملح، فلفل اسمر، فيس طبعا زيت، مفيش اي حاجه خالص، ما تحطيش اي ماده دهنيه عليها. لا خشنه كده اهي، شايفه عامله ازاي، خليها تكون ايه خشنه. وبعد كده واخد الباشا ديت، جايب مصفى حاططها هنا، البصل والطماطم والملح والفلفل، ناخدهم كده ونقوم حاطينهم في البوله زي ديت، ولازم نصفيهم كويس جدا اهو، دي اهم خطوه كده اهو. بصي اكبس عشان اطلع الميه كلها اللي موجوده في الطماطم وفي البصل. سباتولا كده او طبعا لو بايديكي شغال يعني، بس السباتولا طبعا افضل يعني. الميه دي اللي هصبع بيها. حلو الكلام، هبدا بصي اهو عشان ايه الحاجه تطلع معايا بفضل الله مظبوطه وما فيهاش غلطه يعني. طبعا في كفته بتتعمل ببهارات، دي اللي موجوده عند اغلب الجزارين، اللي هي الكفته اللي تبقى جاهزه، عشان اللحمه لو فضلت وقت مع البصل وتتبيله البصل بتعمل ايه؟ بتخلي اللحمه تسمر معايا او لونها يتغير، وده طبيعي. ولكن لو هي مثلا بهارات، بس في بهارات للكفته بتبقى موجوده جاهزه، بتبقى فيها الملح والفلفل والخلطه وكل حاجه، ايه الافضل؟ طبعا مفيش احلى من البصل والخلطه ديت اللي هي بالنسبه للكفته يعني. هنعمل ايه بقى؟ هاخد حته صغيره من اللحمه اللي عندنا ديت كده اهو، كمان حته، وبعد كده نقوم واخدين عندنا البصل الجميله دهيت اهي، نقوم حاطينها هنا،
ونبدا نسمغهم كده مع بعض عشان اعمل كفته شيش محترمه. بص يا باشا انا بعمل ايه، ادي الكفته من ممكن ما نشيشهاش، انا ممكن اشتغلها كده زي دي كده، بص كده اهي ماشي. هو دايما الستات عندها اعتقاد للرجاله لما تيجي تخش المطبخ ان هم بيكركبوا الدنيا ويسيبوها ويمشوا، بس هي دي المشكله. وفي تاني حاجه برضو ده على فكره برضو دي موجوده في معظم الرجاله، هي الفكره انك بتحط الحاجه مكان حاجه، فهي بتبقى حافظه مكان الملح فين ومكان الفلفل فين. هي بتقول كل الستات بيبقى معتقدين ان الرجاله لو دخلوا المطبخ كل حاجه بتتفركش من مكانها. بص بقى ميه بصل، لا يا عم اهي بس جميله قوي قوي بالشوكه كده اهوت. ابدا اللي انا افرغها كده اهوت. بصي صدقيني دي احلى من الشيش، يعني اعمليها كده اهوت زي البرجر كده الصغير واعمليها، او لو عايزه تشيشيها كده براحتك، لو عايزه تجيبي عود شيش كده اهوت، بس ده كبير قوي فعشان يبقى على قد الجريل كده اهو. بنملي ايدينا بقى بميه بصل، ونعملها حسام كده اهوت تبقى بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه بمنتهى السهوله. اوطي عليها بقى بعد ما تشمع كده، تطلع حته ليا سكر يا جماعه، يعني حته لحمه بجد بجد يعني حاجه تاكلي صابعك وراها. وهنا ادي الكفته اللي احنا عملناها اللي زي البرجر كده بالظبط وصبعناها، نفس الكلام برضه خدها في الطاسه، مجرد ما تتشمع معايا بصي اهي، ولا تفك ولا اي حاجه خالص، اعلي شويه النار عليها اهو. بص نقلب، يا سلام بقى على نتيجه التسويه اللي نازل ده بقى وهي بتستوي معاها كده، عايزه تديها فحمايه كده بعد ما بتخلص برده براحتك خالص. وهنا بصي طاسه تقعدي تمسكيها كده وتدحرجيها كده زي ما انت شايفه اهي، ولا اي حاجه ولا تفك ولا الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، حط حته ليا صغيره ونبقى نرجع لهم تاني. طيب تعالوا نعمل عندنا الكفته او الكباب التركي برضو بنفس الايه الموضوع، ولكن ايه نحضر شويه كده صغيرين من البقدونس عشان ايه الكفته دي تطلع ما بتاخدش وقت معايا. عايزه تحطهم الاثنين على بعض وبعد كده اديهم فحمايه براحه حضرتك خالص، يعني لو عايزه فحمايه كده بعد ما بتخلص او بعد ما يخلصوا الاثنين برده تعمل شغل حلو. بقدونس احلى حاجه للمشويات، احلى حاجه للمشويات مش الكزبره. بص يا باشا اقلب، بص ولا الهواء، تمام اهي كده. وهنا برده نفس الكلام، كل شويه بص امسك الطاسه، الطاسه بتاعتي طياعتنا مميزه ما بتلفش حاجه بتلزق فيها هي، تبص كده اهوت تمسكيها كده وحاطط حته ليا برده معاهم عشان تطلع معايا ايه الحاجة مظبوطة وزي الفل إن شاء الله. دي اركنها بقى خلاص. هحط الاتنين على بعض. بص يا باشا بقى خد ايه بقى، بص ده ناتج تسويه، ها ده مش ماده دهنيه، ده ناتج التسويه اللي نازل. حط كده بقى شعر الكفته، شكرا الطبق ده عالمي. حط كده هو هنا مع نفسه كده وهديت عليه النار خالص لحد ما يبدا اللي هو ايه يستوي معايا. عايزه تحطي فحمايه عليه مثلا اهو، بس عايز تحطي فحمايه عليه وتدي له فحمايه كده او حته لي عليها كده من فوق او حته دهن اللي عندي ديت وتحطيها على الفحم يطلع معاكي طعمه حلو قوي. طيب ايه بقى الحوار التاني بقى، اللحمه دي هقسمها على اتنين برضو. بص يا باشا بقى، بص البصلايه عاملاها ازاي ناعمه اهو. خش على الطماطم اديها طماطمايه، هاخد الطماطم اللحم بس منها ماشي اهو. على
عايزه تاخديها في الكبه كلها خديها، بس والله ما في احلى من تقطيع السكينه بالذات للخضره ديت. ماشي، يعني عايز تاخديها في الكبه خديها، بس الكبه بتعصر الحاجات ديت، انا ما بعصرهاش، انا باخد اللحم منها بص وبقطعها مفروم، فبالتالي عمرها ما تفك مني ابدا. اهو حلو كده، خدنا دي، خش على بقدونس مش كزبره، بلاش كزبره، فاهم ازاي؟ اهو شويه كزبره كده خضرة، افرمها فرمه ناعمه برضو، حته اللحمه اهي كده، ماشي الكلام، ومع الخضره يا سعاده الباشا شغل عالي. ها اهو، السلام على الروايح. طبعا ايه عايزه تعمليها بسكينه، تكسريها بالسكينه براحه حضرتك خالص اهي. شكرا. كده كل طبعا ما تعملي الحركه دي كل ما يكون افضل، عشان حاجه يعني تخش ببعضها وتتسمك، كل كفته ولها طعم. ماشي، بصي كده اهو اتسمغت معايا وبقت زي الفل. ماشي، نبدا نعملها ايه بقى، نشيشها برضو لو عايزه تعملها شيش، او لو عايزه تعملها برضو نفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها في الاول براحتك. كان زمان امهاتنا كانت بتجيب ايه، قلم وتشيش عليه صح. اه كده، ناخد التانية اهو كده زي ما حضراتكم كده شايفين، نسمغها كده بايدينا ونقوم حاطينها هنا كده اهو كده، كلام جميل اهو. ايوه الحمد لله بالسلامه، انت كده في الوقت الضايع. بص يا باشا اهي، ايه رايكم، سهله ولا صعبه؟ سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه، يعني لو لقيت اي حاجه شغلت كده ولا حاجه شيليها. لا بالخضار دي بتبقى طعمها حلو قوي، بحبها جدا اهي. بصي طبعا اللي هي بتتعمل اصلا على الاسياخ اللي هي الثانيه اللي هي العريضه، فاهمه ازاي؟ بتاعت الكباب مش هتبقى موجود، لو عندك طبعا نشتغل عليها كده. ماشي يا محمود حاضر، ثانيه واحده. بصي ميه البصل فين؟ ميه الطماطم معايا هنا، دي اللي بسمغ بيها، بحط ايديا كده اهو، ايوه واديله يا باشا، وبعد كده تقوم شايله دي كده اهيت، تطلع معاكي كفته نقوم حاطينها جنب اخواتها هنا. اعلق عندي على الطاسه. الله اهي احلى من الشيشه اهيت، جميله اللي هي بالخضره ديت، جميله قوي قوي قوي. بص يا باشا سوت تماما وزي العسل ما شاء الله، قولوا مفيش احلى من كده، وكله تمام وتحت السيطره. خش بقى على اللي هي الكفته السمين الحلوه اللي هي بتعمل سندوتشات، بتتعمل بطريقه حلوه قوي. اهم حاجه ايه، الباشا ده استوى، تقوم فاتحه الباشا ده كده اللي هنا ماشي، ونقوم واخدين اهو. بص انا عمال ايه اديله هنا الكفته اهيت كله مع بعضه هنا، وحطينا لها فحمايه، اللي بيخلص بحطه هنا ليه، عشان في الاخر هنعمل سندوتشات كده وندلع المسائل. وهنا حاطط ليا بحته فحمايه كده صغيره اهي، عشان كل حاجه تبقى واخده طعم السموك بتاعنا اللي حوالي بتاع الفحم. ممكن ناخد فحمايه كده سريع برضو ديت، يلا خدت واحده كمان اهو. هنا بقى بعمل ايه بقى؟ بعمل لك حاجه حلوه جدا بقى اللي هي كفته السمين ديت، ودي احلى حاجه بحبها جدا. تفل البصل الباقي مني اهو، حلو، على الباقي القطعه اللي باقيه كده من اللحمه، اقوم واخدها كده وحاطينا فين؟ كده الكبه، البصل
ماشي. البقسماط طبعا معلقتين اتنين، خليها معلقه واحده كبيره اهي، دي معلقه حلوه قوي. ملح، شويه فلفل، شغال يا باشا، افرم كل ده مع بعضه ماشي. استاذ عيني اديله يا باشا. بص عملت لك كام طريقه النهارده للكفته، كل اهي ومسويين يا باشا قدامك على الطاسه. كل حاجه ان شاء الله. تعالى ناخد عندنا الفحمتين دول، لان ده الفحم السريع، حطه كده على هنا على اللاي كده، اديله. انا حاطط على مكعب اللي هي لما بيسيح اصلا على الفحم بيطلع ريحه من الاخر جميله بصراحه، يعني احبها قوي. هنا بقى بص الكفته دي بتاعت اللي هي كفته السمين الجميله اللي هنبدا نشتغل بيها. اهم حاجه الكفته دي تتسوى في ايه، في حته سمين كده حلوه، حته دهنه كده محترمه زي دي. جيبها اقطعها كده مكعبات اهي، السلام. لو حته من الطرب كده يا سلام، اديله. حطها هنا في الطاسه، حط شويه زيت عليها، عايزه اكيله دي بقى، عايزه صح. سخن بقى براحتها بقى مع نفسها كده، على ما ايه، على ما ياخد الباشا دي كده اهي. هنعملها كويرات صغيره، يا سلام دي تقدري تعمليها وتقومي حطاها فين، في الفريزر. اه بصي احلى حاجه واحلى كفته انا احب اشتغلها اهي دي، لان الساندوتش بتاعتها بقى مع سلطه الحاتي مع شويه سلطه الطحينه بيوديها في حته ثانيه خالص. سخني بقى الطاسه قوي بقى اهو كده. البقسماط ده عشان يلم لي اي ميه تبقى موجوده في البصل او الكفته. مسلة كبير، الله ينور يا عمنا. فاهم الكلام؟ ده راجل المخرج محترم يعني. خش بقى ايه السمين ساعة اهوت. صلى على النبي. بص يا باشا، لا لا مفيش فكه يا باشا، عمرها ما تفك بفضل الله، مش هتفك خالص، لان كمان البصمات اللي احنا حاطينه فيها والحاجات ديت كلها، فمستحيل اللي هي تفك. بس كفته السمين ديت الله اكبر، عيش بلد يا باشا في ساندوتش، واديله وطعم مسكر بدرجه مش هتتخيليها. بصل، بقدونس، اوريكي بس الطريقه بتاعتها، انا هعمل الكميه اصلا تاني، بس انا بوريك الطريقه بتاعتها. طماطم شرايح، دلع الكفته دي، دلع السنين هتشوفيها دلوقتي كده ماشي. واحده كمان واحده كمان اهو. انا هعمل لك ثلاث انواع من العيش تقدري تعمليهم بقى في العيد، وتخزني العيش بتاعك يا ريت قبل العيد، يعني العيش بتاعك ايه كتير قوي، بنغلط ان احنا ما بنخزنش عيوش بتاعتنا ايه قبل العيد، فخزني عيش قبل العيد، سواء العيش الشامي او العيش البلدي، وربنا يطعم الناس كلها ان شاء الله. شويه سماق، ملح، اديله عصير ليمونه او نص عصير ليمونه، لا مش مشكلة، دبس رمان خلاص، حطيت سماق كده
حاجتين في الساندوتش. السمين ده هوت على ما يستوي هاخد فاصل صغير. بص الكفته طالعه من ازاي. بص يا باشا اقلب بيلي يا باشا بيلي رمان اهو. طريقه التقديم اهيت سهله جدا. هنقدم اول حاجه التركي. بحط عندي تورتيلا، احط عندي هريسه الشكل اللي حضرتك كده شايفاه، واحنا بصلنا اللقمه يا باشا وتمام التمام. عايز تاخديها تحميصه ثانيه في الفرن براحتك، بس انا بص بصمتها فين على الجريل كده وبسخنها. اقوم جايب السرفيز، تعالى نقوم حاطينه هنا كده، اقلب الناحيه الثانيه ماشي. دي كده الكفته دي خلاص اهو، واخد دي كده عم حمدي. نقوم حاطين الثانيه كده عليها هريسه. الصلاه على النبي على التحبيش بقى. دي كده يا باشا افرد. ده الساندوتش ده حوار ده. ايه يا حبيبي؟ تعالى يا صاحبي. اهو عندي ابنه كده. ماشي؟ واوزع. اجيب بقى عندي بقى الكفته التركي بتاعتنا الجميله اهو. بص يا حلاوه. بص يا باشا رص كده اهي عليها. وغمس وكل. الصلاه على النبي. حاجة تاني؟ اهي لسه في اتنين كمان. ايه ده؟ لحمة. بص انا عمال ادوقها بين الفاصل اللحمة يعني حتة سكر بجد يعني. بص يا باشا ادي اول سرفيز عندنا بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. طيب نروح عندنا نعمل ساندوتش الكفتة اللي قلب الدنيا. عيش شامي اهو. عيش شامي يا عم حمدي. كفتة اهو. ادي الكفتة الجميلة بتاعتنا اهي. ماشي سهلة جدا كفتة بس كده. وبعد كده نقوم واخدين عندنا سلطة الطحينة. بس هو ده حلقية ده حلاوتها بس. زي ما حضرتك كده شايفاه. ماشي العيش الشامي اهو يا حمدي. نقوم واخدينه كده يبقى طازة. مركب. كده هون نقوم حاطين عندنا الباشا دي كده. اهو الصلاة على النبي يا باشا. اهو شغل عالي قوي اهو زي ما حضرتك كده شايف. اديله الكفتة التانية اللي احنا عاملينها برضو. كل واحدة فيها ثلاثة كده. انا بقول لك اللهم صل على النبي. الطعم بتاع اللحمة كان حلو قوي بصراحة. الضاني بصراحة مع الكندوز بيعملوا ميكس كده جميل. هات الكفته هنا اهيت. سلطه الطحين على كل واحده اديله اهو. هنا اهو كفته هنا برضو اهيت. ساندوتش بقى ساندوتش السمين. بص يا حمدي عيش بلدي طازه. ده بقى ده القنبله. ده الصاروخ اللي بيقولوا عليه بقى اهو. بص يا باشا الكفته ديت. يا عيني. تعالى لي بقى ايه، تعالى لي بقى نعمل حاجه بقى. اهو واخد ايه شويه سلطه كده اهوت، شويه سلطه الطحينه، شويه سلطه خضراء. سامحني بقى على السندوتش ده والله. اهو ده سندوتش بقى. ده سندوتش السنين، سندوتش الاحلام بالنسبة لي. ده أحلى ساندوتش تعمليه بالهنا والشفا. تعالي نجيب أطباق. أنت مش عايز طبق، ده عايز يخش في القلب ده على طول. أنا حلقتنا خلصت. وأتمنى إن شاء الله الحلقة تعجبكم. بنعمل حاجات كلها لحاجات العيد، وربنا يطعم الناس كلها ما يحرمها يا رب إن شاء الله. والناس كلها تاكل لحمة كده في العيد وتتبسط وتعمل أحلى شغل وأحلى مشاوي إن شاء الله. وشوف شكرا لكم. عملنا ثلاث انواع من الكفته، كل واحده لها طعم مختلف. دي مختلفه عن دي، مختلفه صدقيني عن دي. كل واحده لها تيست مختلف، فاختاري اللي انت عايزاه ان شاء الله وجربيه وكله يعجبك.